الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا التواصل المستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا 21 الخاص باللقاية البكار. نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة مباشرة مع المركز الأول. البداية والصدارة، من تتقدم في هذه اللحظات؟ شاهينية علي بن محمد بن علي بن فطيس المري، من يقدم لنا شعار وتحدياته الأولى من خلال تقدم الشاهينية. بينما المركز الثاني، القدوم والوصول في هذه اللحظات من سراب سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي القادم مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث، الوصول من الشاهينية عبد الله بن محمد بن عتيق بن يمعة المهيري مع المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من ديمة عبد الله بن سالم بن صالح الجربوع المري. بينما خامس الأسماء، وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي قادمه هذبة حمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شعار النعيمي. من يقود الأسماء مع تقدم سرابة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي؟ من يقدم لنا انطلاقة سرابة؟ من تقود الأسماء والتحديات الأولى بشعارها المميز مع المركز الأول؟ بينما المركز الثاني، أرى القدوم والوصول في هذه اللحظات من اللي قادمة مع المركز الثاني ديمة عبد الله بن سالم بن صالح الجربوع المري مع المركز ثاني. بينما المركز الثالث، وتابع الوصول والدخول في هذه اللحظات من تدخلت مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل إدارة عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. بينما المركز الرابع، نتابع وناخذ المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، من تصل مع رابع الأسماء في هذه اللحظات؟ المركز الرابع، القدوم والوصول مشاهدينا الكرام، هنا تصل وتتقدم في هذه اللحظات صوغة فرج بن مسعود بن جابر المري. بينما أرى الوصول، وصلت في هذه اللحظات ضوء سعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري، يصل ليقدم لنا شعاره مع رابع الأسماء. بينما المركز الخامس، من وصلت في هذه اللحظات؟ شهب علي سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات المميزة والكبيرة مشاهدينا الكرام. الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة والكبيرة، ولكن العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول. من تقود الأسماء والتحديات الأولى مع البداية مع صدارة الشوط؟ سرابة مع المركز الأول بشعار النعيمي هو القائد لهذه الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم شعاره وتقدم ايضا سرابة سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. المركز الثاني، القدوم والوصول في هذه اللحظات، من تتقدم مشاهدينا الكرام؟ من تنطلق مع المركز الثاني؟ هنا القدوم والوصول مشاهدينا الكرام، من تصل في هذه اللحظات؟ مياسة فهد بن علي بن عبد الله المهندي يصل ليقدم لنا شعاره ليقتحم الصداره من الجانب الاخر. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثالث، تتقدم هنا شهب سالم بن علي بن سعيد ال بريص المري. بينما بن سالمين يقدم لنا اداره في هذه اللحظات، من تتقدم في هذه اللحظات بشعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري؟ ووصل الزعبي من الجانب الاخر ليقدم لنا شعاره. وايضا القدوم والوصول في هذه اللحظات، من وصلت في هذه اللحظات وتقدمت المستشارة علي بن عبد الهادي بن عدوان، يصل أيضا لينضم إلى دائرة الخمسة المراكز الأولى، يغير يسير إلى الصدارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، الله الله الله، نتابع التقدم أيضا والوصول في هذه اللحظات. وصل شعار الهاجري يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة واندفاعة شعاره، ولكن عودة إلى الصدارة. بن هدوان، بن هدوان يقدم لنا المستشارة مع المركز الأول مع الصدارة.
بشعار ايضا في هذه اللحظات بن هدوان مقدم الانطلاقة واندفاعة المستشارة. الله يا سلام، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما تبقى عن الناموس وعن الانتصار. صدارة الشوط لا تزال مع المستشارة، بينما الزعبي يحاول من الجانب الاخر مع هوايل محمد بن عبد الله بن راشد. الزعبي والمركز الثالث، وتابع القدوم والوصول من الذيبة، طالب بن محمد بن هادي بن هليل يصل مع الذيبة، وايضا بن عويض الهاجري يقدم لنا ضوء. سعيد بن عبد المحسن بن عويضة الهاجري يا سلام، ولكن العودة مع الصدارة. اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، بن هدوان مع المستشارة، مع المستشارة تقود الاسماء والتحديات الاولى من خلال هذا الحضور المميز والكبير. الشكل جميل ولد اروع مع البداية، بينما المركز الثاني وتابع شعار الزعبي مع هوايل حمد بن عبد الله بن راشد. الزعبي وايضا القدوم والوصول من الذيبة، طالب بن محمد بن هادي بن هليل. والمركز الرابع تصل مسيكة راشد بن عنتر بن كرديان منخس المري، ولكن المستشارة، المستشارة طارت بناموسي هذا الشوط. الله الله الله، تقدم لنا عروضها المميزة، عروضها النهائية مع الأمتار الأخيرة، مؤكدة هذا الحضور المميز والكبير من شعار بن هدوان من خلال تقدم أيضا المستشارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المري يحقق الناموس والانتصار. سلام بن هدوان، سلام، تهانينا والناموس لراعي المستشارة علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المري على اختطاف المستشارة، ناموسي هذا الشوط. أسعد الله صباحك يا راعي المستشارة، سلام وتحية واحترام، تحقق الناموس مهدي بن هدوان، ناموس صباحي مميز هنا في أرضية ميدان الشحانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل من شعار الزعبي مع هوايل محمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الثالث وصلت الذيبه، طالب بن محمد بن هادي بن هليل المري. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام احتلال عبد العزيز بن محمد بن عويضه البعينين. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشاهينيه علي بن محمد بن علي بن فطيس المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز والكبير مشاهدينا الكرام من شعار بن هدوان. 7 دقائق 46 ثانية، 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المري على اختطاف المستشارة، ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول، المركز الثاني وصلت هوايل 7 دقائق 49 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، بينما المركز الثالث كان الوصول والقدوم من الذيبة 7 دقائق 52 ثانية، 16 جزء من الثاني. تهانينا والناموس طالب بن محمد بن هادي بن هليل المري.